مرجع المكابية في مدينة رامات جان والذي تجري فيه المفاوضات لتشكيل حكومة التغيير. أهلا بك حسين. مساء الخير الزميل شاكر مواسي، لك والمشاهدين أهلا بكم. نعم، من منتجع وفندق كفارها مكابية في مدينة رامات جان الأنظار تتجه نحو هذا الفندق، والساعات الستة وقل من ست ساعات على انتهاء المهلة الممنوحة ليائير لابيد لتشكيل الحكومة. هنا في هذا الفندق في الطابق السادس ممثلي عدد من الأحزاب يتواجدون في الطابق السادس لمفاوضات أخيرة. نقول أن الدكتور منصور عباس الذي وصل في ساعات بعد ظهر اليوم إلى هنا للاجتماع مع ممثلي يش حديد والأحزاب الأخرى قد غادر بعد ساعة ونصف تقريبا من المفاوضات، وعلى ما يبدو توجه إلى مدينة كفر قاسم لاجتماع لمجلس الشورى حسب مصادر وصلتنا قبل قليل، مع أن مصدر يعني كبير في مجلس الشورى في الحركة الإسلامية أكد أن ليس هناك أي اجتماع لمجلس الشورى في هذه الساعات، وأن المفاوضات مستمرة حتى هذه اللحظة بين الدكتور منصور عباس وممثلي أحزاب حكومة التغيير. نقول أيضا أن نقاط الخلاف التي الموجودة الآن بين ممثلي القائمة العربية الموحدة وممثلي الأحزاب يش عتيد وبنت يمينة هي حول عدد من المواضيع المهمة وخاصة للمجتمع العربي والمجتمع البدوي بشكل خاص. نعم، هناك مطالبة من القائمة العربية الموحدة تجميد أو إلغاء قانون كيمينيتس، هناك أيضا طلب بالاعتراف ب 14 قرية غير معترف بها، قرية بدوية غير معترف بها في منطقة النقب، وأيضا بوقف عمليات هدم البيوت في المجتمع العربي والمجتمع البدوي بشكل خاص. هذا هناك يعني نعم كما ذكرنا خلافات كبيرة بين الأطراف المختلفة حول هذه النقاط. نقول أيضا أن خلافات أخرى لا تتعلق بالقائمة العربية الموحدة بين ميراف ميخائيل رئيسة حزب العمل وأيضا أيلت شكيد من حزب يمينة حول موضوع أن تكون عضوة في لجنة تعيين القضاة. على ما يبدو في الساعات الأخيرة تم التوصل لاتفاق أن يكون هناك تقسيم في الفترة بين شكيد وميراف ميخائيلي في هذا الموضوع. نعم، بما يتعلق ونعود إلى موضوع الخلافات بما يتعلق بموضوع القائمة العربية الموحدة التي حتى الآن لم توقع على الاتفاق مع يائير لابيد وممثلي أحزاب حكومة التغيير، هناك ضغوطات على ما يبدو حسب المصادر التي وصلتنا ضغوطات من السكان البدو في منطقة النقب على نائب سعيد الخرومي ممثل المجتمع البدو في القائمة العربية الموحدة بأن لا يوافق على حكومة جديدة دون أي إنجاز أو إنجازات بما يتعلق بالمشاكل التي يعاني منها المجتمع البدوي في النقب والتي ذكرناها، عمليات هدم البيوت وأيضا الاعتراف بالقرى غير المعترف بها في النقب. المصدر الكبير الذي تحدثنا معه يقول أن المفاوضات مستمرة ولن يكون هناك أي تقدم في المفاوضات دون الحصول على التوقيع رسمي من بنت ومن يائير لابيد بما يتعلق بالاعتراف بهذه القرى ووقف عمليات هدم البيوت في منطقة النقب. نعم، بما يتعلق أيضا زميل شاكر بنسبة النجاح حكومة جديدة حكومة التغيير وأن يكون بنت هو الرئيس الحكومة الأول ومن ثم يتبعه يائير لابيد، حسب المحللين السياسيين هنا في الفندق منتجع كفارها مكابية الحديث عن 45% بأن تنجح هذه الحكومة أو يتم تشكيل هذه الحكومة، و 55% حسب يعني كل من استمعنا إليهم هنا يقولون أن هناك يعني 55% على ما يبدو نحن أقرب إلى انتخابات خامسة خلال هذه الفترة. نعم، حتى الآن يعني حسب المعلومات التي تصلنا الآن يعني خلال هذا البث أن هناك يعني اتصالات أخيرة بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وبين منصور عباس خلال الساعات الأخيرة في محاولة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالضغط أكثر على منصور عباس بعدم التوقيع مع حكومة التغيير
وأن يرفض هذه الحكومة. لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من القائمة العربية الموحدة، لم يصلنا أي تعقيب من هذا الموضوع رغم كل المحاولات التي قمنا بها حتى الآن، لم يصل أي تأكيد لهذه الأنباء حول استمرار المفاوضات مع بنيامين نتنياهو وممثل والدكتور منصور عباس بما يتعلق بالساعات الأخيرة لتشكيل حكومة جديدة أو نحن باتجاه انتخابات خامسة في هذه الدولة. شكرا لك الزميل حسين العبرة، كنت معنا من كفر مكبية في رمات جان. شكرا. طبعا للمواطن